لقائنا مع الكاتب والباحث السياسي حسين سبعاوي. حول كنت أسألك حول مجريات مؤتمر أو المؤتمر الذي عقد اليوم في بغداد، تفضل. أنا ذكرت أنه هذا المؤتمر طابعه اقتصادي، لكنه ظاهره اقتصادي، لكن على في حقيقة الأمر هو طابعه أمني سياسي بعيد عن الموضوع الاقتصادي. الدول المختلفة فيما بينها سياسيا ومختلفة أمنيا لا يمكن أن تبني عليها أي مشروع اقتصادي، لابد أن إذا أردت أن تبني مشروع اقتصادي لابد أن تكون هناك تسوية للمشاكل السياسية والأمنية بين هذه الدول. حضور مثلا السعودية وإيران، حضور تركيا وفرنسا، حضور دول الحصار مع قطر، هذه كلها هي دول يعني لديها مشاكل حقيقية فيما بينها، لا يمكن أن مباشرة تنتقل إلى المشروع الاقتصادي ما لم تكن هناك تسوية لمشاكلهم السياسية والأمنية. لهذا السبب ما لم يعلن عن أهداف المؤتمر الحقيقي ولم يعلن عنها لحد هذه اللحظة، فمن السابق لأوانه أن أحد يتكلم عن نتائج، رغم أنه ما أعلن عن نتائج هي نتائج مبهمة فضفاضة. كلمة عدم التدخل بالشؤون العراق الداخلية وهم يعلمون أنه إيران حاضرة في المؤتمر وهي من أكبر المتدخلين بالشأن العراقي. لهذا أعتقد أنه أي مؤتمر ما لم نعرف أهدافه لا يمكن أن تكون له نتائج حقيقية. أي مؤتمر ما لم تكن نتائجه ملموسة على الأرض ويتلمسها المواطن صاحب الدولة المضيفة يعتبر نتائجه حبرا على ورق، أو هذا المؤتمر حبرا على الورق. أنا أعتقد هذا المؤتمر هو تحضيري أكثر ما هو مؤتمر لاتخاذ قرارات، ومؤتمر لاتخاذ قرارات تطبيقية على الأرض لمصلحة العراق أو لمصلحة أي من الدول. نعم، هذه الدول التي ذكرتها قبل قليل، يعني على الرغم من تناقضها سياسيا على الأقل، ما دلالة وجودها في مثل هذه المؤتمرات؟ أنا أعتقد الراعي الأميركي الحقيقي لهذا المؤتمر وليس العراق، يعني العراق مجرد جغرافيا لهذا المؤتمر، وموقعه الاستراتيجي يهيئ له أن يكون أن يعقد المؤتمر على هذه الأرض. أما الراعي الحقيقي هي الولايات المتحدة لهذا المؤتمر وليس الحكومة العراقية اللي هي عاجزة أن تضبط الأمن داخل العراق، لديها مشاكل مع دول الجوار، لديها مشاكل مع داخليا مع القوى السياسية العراقية والأمنية. فالراعي الحقيقي الأميركي لهذا السبب حضرت هذه الدول بغض النظر عن نوع ممثليها ومستوياتهم، لكن حضرت لأنه الراعي الحقيقي لهذا المؤتمر الولايات المتحدة التي لم تظهر كحضور مباشر في هذا المؤتمر. بهدف ماذا؟ ما هي أهداف هذا المؤتمر؟ يعني أنا أعتقد هناك عدة أهداف ليس هدفا واحدا. الهدف الدولي هو بداية تحضير تشكيلات أو يعني تحالفات لمواجهة المد الصيني في المنطقة، وأيضا الروسي الذي سيتحالف مستقبلا مع الصين في مواجهة الولايات المتحدة. اليوم الولايات المتحدة تدرك أنه الصين هي الدولة الأولى المنافسة لها، وأعتقد ستبدأ حرب باردة على غرار حرب الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفيتي، ولهذا تريد أن تستقطب هذه الدول لصالحها في مواجهة هذا المد، كما حصل في سبعينيات القرن الماضي عندما الولايات المتحدة يعني استمالت دول الخليج والعراق وهذه الدول لصالحها في مواجهة الاتحاد السوفيتي. فهو مؤتمر تحضيري على المستوى الإقليمي. أعتقد يراد تسويق بشار وعيادة وإعادة صياغته للمجتمع الدولي أو على الأقل ضمن الجامعة العربية، وهذا الأمر أعتقد لن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق هذا النجاح لهذا الشيء. إحنا عندما نتكلم عن الأهداف والآليات لا يعني أن النتائج تحققت، هذه مسألة لازم نميزها، بمعنى أن الصين ليس أنه هي واقفة مكتوف الأيدي وتنتظر مؤتمرات تعقد في العراق لمواجهة. نعم. وكذلك قضية الإقليمية على مستوى بشار الأسد، لا يمكن تسويق بشار الأسد بعدما ولكن كان هناك غياب لأي تواجد أو حضور سوري مع يعني من قبل النظام أو حتى المعارضة، على الرغم من أن سوريا كما تعلم تعتبر من دول الجوار، وكان هناك عفوا دعوة إيرانية أو تصريح إيراني بضرورة دعوة النظام. يعني أولا هو بشار الأسد فاقد المقعد في داخل دول الجامعة العربية وغير مؤهل أن يحضر مثل هذه المؤتمرات، لأنه بالأصل هو فاقد الشرعية في شعبه، هجر 7 ملايين، قتل المئات الآلاف، كثير من المنطقة كثير من المدن السورية خارج سيطرته. لولا إنقاذ روسيا وإيران لهذا النظام لما بقي ساعات أمام المعارضة السورية. لماذا لم تحضر المعارضة السورية؟ العراق هو حليف لبشار الأسد، فبالتالي لا يكون يدعو المعارضة. فحضور
حضور بشار لا يمكن، وحضور المعارضة أيضا من توجه عراقي وإيراني وبعض الدول لا تسمح بحضور المعارضة السورية، فبالتالي هي غائبة ولكنها حاضرة على الملفات. يراد تسوية هذا الملف وإعادة صياغة بشار. بشار لا يمكن أن نعاد صياغته، لابد من وجود نظام بديل لسوريا، لأنه هذا النظام الذي قتل الشعب بهذه الطريقة بهذه الوحشية وهجر أكثر من ثلث الشعب لا يمكن أن يستمر في السلطة، وهذه أحد الأهداف التي لم تعلن عن المؤتمر لكنها ستكون نتائجها فاشلة وستعيق المؤتمرات اللاحقة سواء كانت في العراق أم في مناطق أخرى. نعم، يعني بالرغم من أنك ذكرت أن لربما صاحب الدعوة الحقيقية والتنظيم الحقيقي لهذا المؤتمر الأمريكي، ما هو السبب للغياب؟ يعني ما هو سبب غياب الأمريكي وتواجده الواضح؟ يعني أعتقد أنه سبب غياب الأمريكي، هناك عدة دول تدرك بأنه تواجد الأمريكي مباشرة قد يجوز يضعفها أو قد يجوز لا ترغب لن تحضر، مثلا إيران لن تحضر لو كانت الإدارة للمؤتمر مباشرة الولايات المتحدة، بعض الدول لديها مشاكل أخرى. فأعتقد موقع العراق الجغرافي لا يمكن أن الولايات المتحدة تدير مؤتمر على أراضي عراقية، هذا غير ممكن يعني دبلوماسيا في أي سياق لا يمكن. فطالما الجغرافيا العراق فلا بد أن تكون الإدارة من العراق، لكن معلوم أن العراق لا يمتلك قراره السياسي كاملا، لا يمتلك الإرادة السياسية كاملة، لا يمتلك قراره الأمني، فبالتالي ما هو إلا جغرافيا لهذا المؤتمر ليراد لما بعده. وأنا أكد أن هذا المؤتمر مجرد مؤتمر تحضيري، بدليل أنه نتائج المؤتمر أو البيان الختامي للمؤتمر لن يعطي شيء ملموس على الأرض لا للمواطن العراقي ولا للمواطن العربي، والتهديدات ما زالت باقية. هذه نقطة مهمة، يعني هذا المؤتمر تحضيري لما بعده، ما القادم؟ أعتقد هي بداية تحضير مؤتمرات المنطقة العربية وخاصة اللي هي ضمن الهيمنة الأمريكية مثل العراق ودول الخليج، وتسوية بعض الملفات لقطع الطريق أمام التمدد الصيني، هذا واحد. وأعتقد إيران ليست المستفيدة الأكبر في هذا المؤتمر كما يشاع بعض الباحثين والمحللين، ذهبوا أنه إيران هي المستفيدة الأكبر، ليست إيران المستفيدة الأكبر، لأنه تواجد بعض الدول الأخرى أزعج إيران أكثر مما جعلها أن تستفاد. إيران لا تريد لأي دور لا عربي ولا إقليمي في العراق سوى أن تكون هي صاحبة الدور الأول والأخير وهي صاحبة الهيمنة على الساحة العراقية، فهو أزعجها. تواجد أيضا الدور التركي كان يعني لمصلحة قضية حزب العمال الكردستاني لا يسمع. نعم، عفوا للمقاطعة، يعني بدقيقة واحدة، هل تظن أن الكاظمي قادر على استثمار هذا المؤتمر داخليا للدعاية وبروباغندا له؟ أعتقد على مستوى الشخصي نعم، الكاظمي يعني يستفاد من وجود هذه المؤتمرات وعقد مؤتمر سابقا، لكن على مستوى الدولة العراقية، الدولة العراقية لن تستفاد من هذا المؤتمر ولن تكون ساحة صراع لأنه يكفيها الصراعات الداخلية. الدولة العراقية لا يعني ليس لديها أي مصلحة على مستوى الشعب والدولة والمؤسسات، لكن على مستوى الشخصي للكاظمي نعم، يستطيع الكاظمي أنه يحقق شيء من النجاحات على المستوى الشخصي بأنه عقد مثل هذا المؤتمر وحضرته مثل فرنسا وبقية الدول الأخرى، رغم أنه تواجد الرئيس ماكرون لا يعني إعطاء كاريزما كبيرة للمؤتمر، لديه مشاكل سواء مع العالم الإسلامي أو مع تركيا ومع بقية الدول ضمن مشاريع التحرر العربي اللي هو جزء من مشاكل التي يعاني منها الدول العربية. لكن أعتقد على المستوى الشخصي نعم، الكاظمي استطاع أنه يعني يحصل يجد له مكسبا في هذا الأمر. نعم، إذا كنت ضيفنا هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لكم.